وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر. الناس أنواع، نوع مركز في علاقته بالله ومش بيستنى حد يشجعه على القرب من ربنا، وفي نوع تاني تقدر تقول عليه موسمي، بيتشجع كده في المواسم، يسخن مع الناس، تلاقيه في شهر رمضان يروح التراويح مع الناس، ينزل يوزع تمر ساعة الفطار مع أصحابه، أيام زي الأيام المفترجة الحلوة اللي احنا فيها دي وبنعيشها، تلاقيه يمشي مع الناس ويتصدق، ينفق، يعمل خير. طبعا كلنا نتمنى نبقى من الصنف الاولاني، بس لو انت مش من النوع الاول اوعى تحرم نفسك انك تبقى من النوع التاني. وارحب مره تانية بضيفنا الشيخ احمد، اهلا وسهلا بك مره تانية. الله يخليك، ربي يحفظك ويكرمك يا استاذ. يا رب امين يا رب. ودي طبيعه البشر اللي احنا بنسخن في مواسم الخير. ايوه، وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث الطبراني: الا ان لله في ايام دهركم لنفحات الا فتعرضوا لها. يعني اسخنوا بقى وخليكوا كده على جاهزيه في الايام الخير دي اللي فيها رحمات، لان انا محتاج ان انا اتعرض لنفحات الله تبارك وتعالى. ده مهم جدا. سبحان الله، من كرم الله عز وجل استاذ وائل اللي احنا عندنا، تلاقي كل ايام يوم والتاني كده تلاقي في نفحه من نفحات الله. يعني خلص رمضان بيدخل شهور الحج، شوال وذو القعده وذو الحجه، بيدخل ما شاء الله العشر الاوائل من ذي الحجه، ودي العمل الصالح فيها احب الى الله تبارك وتعالى. خلصت ندخل على تسعة وعشورة، أيام كلها بفضل الله عز وجل أيام مباركة. لكن هو الإنسان المفروض يكون مستعدا دائما وأبدا لعمل الخير، لأني أنا في النهاية لا أدري يعني متى أنقلب إلى ربي سبحانه وتعالى، في أي لحظة من اللحظات ممكن أموت، فماذا قدمت؟ ولذلك الإنسان يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. قدمت لحياتي؟ طب ما أنت كنت عايش في الحياة، قدم ما أنت عملت في حياتك، أنت بنيت وما شاء الله يعني وعمرت في الدنيا وكنت بتجيب عربيات وبتاع. لا، ما مش دي الحياة اللي أنا أقصدها. يا ليتني قدمت لحياتي الحياة الأصلية، الحياة الرئيسة بقى، الحياة الباقية، وإن الدار الآخرة اللي هي الحيوان، اللي هي الحياة لو كانوا يعلمون. يا ليتني قدمت لحياتي أي الآخرة، لأن في النهاية يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. لكن في النهاية أنت الدنيا عايش فيها إيه؟ 60 70 100 سنة، 1000 سنة؟ هتعمر اكتر من كده؟ هتجيب عمر نوح 3000 سنه مثلا على سبيل المثال؟ ماشي اكتر من كده؟ ماشي، اعمل اللي تعمله. بس في النهايه ايه؟ هل رايتم احدا خلد في الدنيا حتى نكون مخلدين؟ ام نحن من يعني من الدنيا الى الاخره على شك فنكون بالقران كافرين؟ والله لو كان الامر كذلك لخلد خاتم النبيين والمرسلين، ولكن الله عز وجل نعاه الى نفسه فقال: انك ميت وانهم ميتون. والله رب العالمين يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هو في النهاية تقع ما تقعش، هو ده يعني مش هيضر ربنا أبدا خالص، لكن في النهاية الله سيجزي الشاكرين. طب والشاكر ده هو: إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا أعطاني الله عز وجل نعم، ونعم الله لا تعد ولا تحصى، فعلى طول أقابل هذه النعمة بالكفر، بكفران النعمة، ولا بشكر هذه النعمة؟ بشكر النعمة، لنا أستثمر النعمة دي في طاعة الله تبارك وتعالى، أو أقول لربنا شكرا يا رب، فأنا أشوف إنسان فقير أو إنسان مجهود أو إنسان مريض أو إنسان محتاج سقف أو إنسان محتاج وصلة مية أو إنسان محتاج مش عارف إيه، وأبدأ أساعده من باب شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. طيب نشوف كده أول تقرير. وكل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة وكل مشاهدينا طيبين، والأضاحي ومؤسسة فذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا من قلب مزرعة الخير، مزرعة مؤسسة فذكر، مزرعة الأغنام، بحدث حضرتك وأقول لك هو ده الخير، هو ده الخير اللي بدعي حضرتك علشان تساهم معايا فيه. تساهم معايا في انك تدخل البهجه والفرحه على الفقير، تساهم معايا في انك تدخل البهجه والفرحه على احبابك وعلى اقاربك، لانك تعلم ان الاضحيه بتوزع على الاحباب والاقارب ثلث، وتوزع على الاقارب الثلث الثاني، وتوزع على الفقراء الثلث الثالث. علشان كده جاي اقول لك ان ده مما احله الله لامه الاسلام وحرمه على بعض الامم. ربنا قال كده: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وهو ده اللي ربنا قال عليه كده: 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، كل آية الذكرين حرم، أم الأنثيين
أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم إن جه في الحديث إن سيدنا النبي ضحى في يوم الأضحى في يوم النحر يعني ضحى النبي بكبشين أقرنين أملحين ضحى بهما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذبحهما صلى الله عليه وسلم بيده وسمى وكبر ذبحهما بيده وسمى وكبر. تعالى علشان تشارك معنا في الخير ده، الخير اللي هيكون يطيب أهل بيتك به نفسا، الخير اللي أنا بدعي لحضرتك وبقدم لحضرتك الآن صك سهل جدا من 15 ل 20 ألف جنيه تستطيع أنك أنت تضحي السنة دي، تضحي السنة دي بصك من الأغنام من الخرفان أو من المعز، تضحي معانا بصك من 15 ل 20 ألف جنيه وتقيم بذلك سنة نبي الله إبراهيم وسنة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، ونمتثل مع بعض جميعا قول الله فصلي لربك وانحر إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يا رب يتقبل مني ومنك، كل عام أنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا طبعا التقرير ومؤسسة فذكر طول السنة بتعمل موضوع اللحوم، وطبعا في المواسم وموسم طبعا زي عيد الأضحى هم بيقدموا الأضاحي. يعني كل سنة وحضرتك طيبة والسادة المشاهدين بخير. خلينا نتكلم ان الأضحية دي سنة أبينا إبراهيم وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، والله رب العالمين أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله تبارك وتعالى على النعمة، قال فصلي لربك وانحر. الأضحية أعظم عمل يقدمه الإنسان يوم النحر يوم عشر ذو الحجة اللي هو إهراق الدم، إهراق الدم إن هو يذبح أضحية لله تبارك وتعالى يبتغي بها وجه الله عز وجل. وعشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس يقول كتير، يعني المبلغ بيبقى كتير، ممكن لو هشترك دلوقتي في حاجة فيعني الربع ممكن يبقى عامل 25 ل 30 ألف أو من 20 لو أنت طالع، أو الخروف يبقى عامل 15 ل 20 ألف، ممكن يفكر والشيطان يجيله. فيجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أصلا أنت بتعمل لله، أنت مش بتعمل لحد تاني، فطيبوا بها نفسها. خلاص يعني أنت بتطلع ده، أنت بتعمل ده لله تبارك وتعالى، أنت ليه الشيطان يتدخل في المسائل دي؟ سبحان الله الناس بتتقرب إلى الله عز وجل، يعني ممكن يبقوا ماسكين على نفسهم كام شهر كده بيقعدوا يحوشوا عشان إيه؟ أنا أهم حاجة الأضحية دي، أنا أهم حاجة وأنا بشوف الخروف كده وهو بيتذبح كده وأنا بوزع على الفقراء والمساكين. تخيل وانت بتبقى فرحان، سبحان الله الانسان دايما بيبقى فرحان مع ان اليوم بيبقى ايه؟ يوم دم بقى وبتاع وتوزيع وتعب ومش عارف ايه، مش زي فرحه مثلا عيد الفطر مثلا ولا حاجه، ده كله مشقه، ومع ذلك بيبقى عنده فرحه عظيمه جدا جدا جدا. ولما بيدي كيس اللحمه للفقير تجد سبحان الله الفقير ده يبقى فرحان جدا جدا. الحاجه الثانيه بقى ان هو اخوانا نراعي الفقراء حتى في اللحوم الطيبه، يعني في اللحم في الكبده في بتاع نراعي ده. انا حد كان بيتصل بيقول لي هو ينفع اذبح اضحيه كلها لوحدي؟ الله ازاي يعني يفكر كده؟ والله يعني اعمل اضحيه واكلها انا لوحدي ازاي؟ يعني قلت له وليه تذبحها اصلا؟ انت ليه تذبحها يعني؟ طب واين الفقير؟ طب واين احبابك يعني؟ ما انا هعزمهم عندي اهلي وبتاع حبايبي وبتاع واخد الكبده كلها لوحدي. خد الكبده لوحدك، بس ليه انا دايما افكر في نفسي وما افكرش في الاخرين؟ يا اخوانا احيانا الفقير ده لا يجد هذه الكبده اللي انت بتقول عليها، هو مش لاقيها طول السنه. فلو سمحت ممكن تتبرع بالخروف ده كله لله اصلا؟ خد يا عم كيلو كيلو، هو مش التلت يا مولانا؟ هي مش فرض يا حبيبي، هي مش فرض، خد اللي على قدك مفيش مشكله، خد التلت يا سيدي، يا عم خد النص، طلع النص الطيب للفقير برضه، بس عوضه، الفقير ده محتاج. ويجي اما تيجي بقى تعمل بقى، انا والله انا بقول للناس يجي يعمل ايه؟ هو يا نص كيلو منهم ثلاث ارباع النص ده كله دهن. هو انت بتذل الفقير يعني انت بتذله؟ ما تتقي الله رب العالمين. سيدنا النبي ما كانش بيعمل كده يا اخواننا صلى الله عليه واله وسلم، ما كانش بيعمل كده. النبي لو شافنا بالطريقه دي هل هيفرح بينا؟ النبي يقول ما شاء الله عليكم، يقول لك والله مولانا خلي الدهن في سياحه عندك في بيتك يا حبيبي. ما تطلع للفقير اللي هو محتاج حته اللحمه اللي هو قاعد طول السنه مش ضايقها ومش بيشوفها ده، فما تديها له. ما تطلع الكبده واذبح لنفسك تاني. انت ليه بخيل كده على نفسك وبخيل على الفقير؟ هو انت باسمك بس ذبحت
وبالتالي أدخل السرور على أخيك الإنسان. نشوف كمان تقرير خير ومؤسسة فذكر ونرجع له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالة من الحالات اللي تحتاج حقيقي تكاتف. احنا كنا بنتكلم عن اخواننا اللي بيحتاجوا برا مصر، ولكن هتلاقي حالات في بلدك حقيقي لو لم نمد لها يد العون هنلاقي نفسنا في مجتمع للأسف مفكك تماما. اختنا ام محمود حالتها الزوج من حوالي 7-8 سنوات ترك البيت ومضى تحت ضغوط نفسية أو مشابه ذلك، لم يرجع إلى هذا اليوم، حتى إن الناس كلهم بيقولوا في المنطقة إن هم مش عارفين إذا كان الراجل حي ولا ميت، بلغات للمفقودين وكذا وكذا ولا نتيجة إلى يومنا هذا. أختنا مع أبنائها بيعملوا في الجبل، ولكن الأبناء لازالوا صغار. الابن الكبير اللي تقريبا 15-16 سنة أصيب بسبب العمل في عينيه فأصبح الآن لا يقوى على العمل، تقريبا فقط جزء من بصره، يا رب يعافيني ويعافي السامعين والمشاهدين جميعا. أصبحت الآن الأمر كله على أختنا وهي عندها 5 أولاد أصغرهم 10 سنوات، واللي بعده مباشرة الأب ضاقت به الدنيا فساب الحياة ومشي ولم يظهر إلى يومنا هذا. أصبحت مكلفة إن هي تكمل بناء البيت وإن هي تعين الأبناء الصغار، ولأن النفس عفيفة ومجتمعنا شرقي جدا هي طلبت مش المساعدة المالية بقدر ما قالت اللي يقدر يجيب لي مكنة خياطة أو مشروع بآلة أو أي حاجة في القرية اللي هي عزبة حسين سليمان البكر، عزبة بكر تماما ما فيش فيها لسه أي أعمال، والناس كلهم معظم أهل القرية محتاجين، هي في مركز إهناسيا في محافظة بني سويف، محتاجة أي حد يعينها ولو بصدقة جارية، ما كانت خياطة أو مشروع بآلة بسيط أو نحو ذلك تستطيع أن هي تعين به بيتها، تكمل البيت اللي بتعمل كل فترة منه حبة هي والولاد. قالت ده، قالت نصا وهتسمعوا حضراتكم منها أن هي كل فترة بتعمل حاجة هي والولاد، وإن الراجل مش موجود وإن العبء كله عليها وإنها عايشة لوحدها، إما مساعدة من أهل الفضل وإما إن هي تخرج بنفسها. وبعد ما الولد الكبير تعب أصبح الآن التقل والحمل كله على أختنا أم محمود لوحدها. أختنا أم محمود، عايز حضرتك تكلمي السادة المشاهدين تقولي لهم عايشين إزاي، الدخل إيه، عدم وجود الراجل والحمل كله عليكي، يا رب يعافينا وعافيك. تفضلي. بخرج القرية وبشتغل أنا والأولاد، وقعدت عليه 10 سنين بساعد يعني بالقسط، بنبني مر حاجة كده يعني كل مرة حاجة، هو ماشي له 7-8 سنين 6 ما نعرفش عنه حاجة ولا بيفتكر حد ولا نعرف هو في أرض مصر ولا برا مصر. طيب سألته عنه ولا ما خلاص ما فيش، انقطعت الأخبار تماما؟ احنا سألنا ما حدش يعرف حاجة أصلا، محدش يعرف عنه أي حاجة خالص. أيوه. ومعايا الكبير عايز زرعة عين عشان انا وجع اصلا، رايح اقولك جريد بي، قالوا لازم انا زرعت يعني العمليات الغاليه دي، زراعه قرنيه او حاجه في عينيه يعني. ايوه نظره ضعيف خالص، ما يقدرش الان ان هو يعمل، يخرج يعمل معاكي؟ لا ما اقدرش، هو حاليا اخواته الصغيرين اللي بيساعدوا معايا، هو دلوقتي في البيت كده زي ما انت شايف. اخواته الصغيرين قد ايه اللي بيشتغل معاكي؟ عنده اللي عنده 20 سنه واللي عنده 15 سنه. تمام. اخواته اللي بيشتغل معاكي؟ ايوه هو ماشي في 21 سنه او 22. 21 او 22 سنه. ان احنا الحمل بقى علينا احنا، هو تركنه عشان عينيه بتتعب من التراب، دخان، اي حاجه. نعم. ما يقدرش يشتغل. ايوه قالوا لازم انا زرعت عين في مصر. طب انت محتاجه ايه؟ محتاجه عقد للعيال دي مساعده معايا، محتاجه اي حاجه ليهم يعني مساعده عشان انا مجهولي كبر في السن ما اقدرش اهابر تاني في الفلاح. ايوه يعني عندي 40 سنه حاجه فوق ال 40 كمان تعب شويه. طب ايه اللي ممكن عقد؟ انا طالبه عقد العيال ومساعده معايا انا اللي تغنيني ان انا اطلعش تاني. بس البيت انا شايف الحاله مش كامله يعني، السقف حتى اللي شايف السقف، انتوا قاعدين دلوقتي كده اوضه واحده بس المسقوفه. ايوه اوضه واحده بس هي المسقوفه عاملاها بلاست. ايوه جايبينها بلاست، كل مره بندفع 500 جنيه.
تمام. باقي البيت عريش وعريان، عباره عن حاجات بدائيه، جريد النخل والحاجات اللي اجيبها الكاميرا لحضراتكم، والباقي كله يعني حتى جريد النخل نفسه مش كامل، الباقي كله البيت ما فيهوش اي اطلاقا سقف خالص منه للسماء. في المطر بتعملوا ايه؟ والله المطر نزلت على نبي، نزل ايوه، لا اسف انه محتاج اسمنت ولا مشرخة، حتى انا ما نقدرش نعيش غير كده. اختنا ام محمود كنان محتاجه زراعه قرنيه لابنها، هي عارفه تمنها كام، وكمان محتاجه البيت زي حضراتكم ما انتم شايفين مفيش قدامه اي ميه خالص، بل المنطقه اللي هي فيها بعيده عن الابار في مركز اهناسيا وفي عزبة حسين سليمان في محافظة بني سويف، بعيدة تماما عن أقرب بير من أبار مؤسسة فذكر اللي بتغذي بها المنطقة، يعني البيت والمنطقة محتاجة كمان بير يغذي المنطقة كلها. علشان كده عايز أقول لحضرتك إن إحنا أمام حالة الآن تحتاج حقيقة إن حد مثلا على سبيل المثال يتبرع بالعملية كاملة لابنها، أو يتبرع ببير ماء للأسرة للبيت ويغذي البيوت التي حوله. محتاجين حقيقي ليمد يد العون لإخواننا. أولاً بالنسبة للعملية، أختنا بنفسها بتشرح لكم العملية محتاجة قد إيه والتكاليف قد إيه، لأن فعلاً مثل هذه العمليات بتحتاج تكاليف عالية شوية، لكن أهل الخير كتير والفضل كتير، يا رب يزيدهم ويربي نعمتهم. تفضل يا محمود، قولي لإخواننا المشاهدين العملية تقريباً بقد إيه. أنا جريت فيها لي سنتين ثلاثة، قالوا لي 40-45، يعني لها سنتين ثلاثة السيرة دي، وجات الحمل تقريبا وانا بجري، يعني مفكر ما ينفعش ان انا اقدر اعملها. تمام، يعني اختنا هي سالت عنها من سنتين ثلاثه كانت 40-45، دلوقتي حضراتكم عارفين الاسعار اختلفت تماما، لكن انا اظن ان اخواننا يقدروا باذن الله عز وجل باذن الله تعالى وياخد الولد بنفسه ويروح بنفسه لطبيب ويخليه يعمل عمليه، او من خلال مؤسسه فذكر يتواصل مع المؤسسه اللي باذن الله تحجز للولد بإذن الله تبارك وتعالى في عند حد دكتور من الأطباء عندنا في القاهرة أو خارج القاهرة في المحافظة هنا، يقوم بالعملية لابنها علشان خاطر يرجع يشوف بعينه تاني ويساعد الأسرة. كمان حد يستطيع أنه هو يعمل بير للبيت ويغذي به المنطقة، لأن المية حضراتكم أنا واقف بكلم حضرتك دلوقتي وإن شاء الله بإذن الله كاميرا تجيب لحضرتك المية اللي بتدخل البيت عاملة ازاي، عبارة عن برميل من المية فقط، ده للشرب وللحمام وللاغتسال وللوضوء والكذا والكذا. لذلك احنا محتاجين حقيقي لمد يد العون لاختنا ام محمود، تصل على الارقام اللي قدام حضرتك وباذن الله عز وجل تساهم في هذا الخير، وانا وانت نؤجر عند الله عز وجل لان الدال على الخير كفاعله. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. شيخ أحمد، عايزين من حضرتك تعليق أخير. يعني أولا بالنسبة بس للتقرير اللي فات، إنه إحنا يا جماعة المساهمة حتى في علاج المرضى ده من الأعمال العظيمة جدا عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن ليه يا أخوانا؟ سبحان الله القرآن قال آية عظيمة جدا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فكون أنا بعالج مريض يبقى ده يعني كأني مش بقى أحييته، هو أحييته الناس جميعا. ربنا يكرمك يا شيخ احمد، وهنسيب مشاهدينا واخر تقرير وتقرير المساجد ومؤسسة فذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا التقرير من أحب التقارير إلى قلبي، لأن ربنا في القرآن قال آية، هذه الآية لو استعشعرناها حقيقة بقلوبنا لتحركت
أجسادنا وحواسنا تجاه تنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى. في القرآن الله في سورة التوبة يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذن الذي يعمر بيت الله عز وجل أيا كان هذا النوع من العمران أو من التعمير، سواء تعمير معنوي أو تعمير حسي. تعمير المعنوي إنك أنت تعمر المسجد بالذهاب إلى الصلاة فيه، وتعمير حسي إنك أنت تساهم في بناء مسجد. أنا عايزك أخي المشاهد الكريم كمان تتخيل معايا أن هذا المسجد قد عمر بإذن الله بالمصلين، لسيما وإحنا في عزبة حسين سليمان، تقريبا هو المسجد الوحيد الذي يبنى الآن في هذه العزبة، ولا يخدم عدد كبير جدا بإذن الله من إخواننا من المسلمين من المصلين. كل تكبيرة في ميزان حسناتك لو ساهمت معنا، كل تهليلة يعني تقول لا إله إلا الله في ميزان حسناتك لو ساهمت معنا، كل تحميد لو قلت، لو واحد قال هنا الحمد لله، كل دعاء في ميزانك. أنا بقول لحضرتك دلوقتي وأنا والله بأسأل الله وأنا في بيته إن إحنا نساهم بالفعل في هذا البيت علشان يبقى لي حسنات وليك أنت كمان حسنات. المسجد زي ما كما ترون حضراتكم اللي ورايا دي الآن هو المحراب، دي حقيقة لسه ليس في المسجد إلا حصيرتين فقط. شايفين الصورة عاملة إزاي؟ المسجد كما ترون غير مسقوف إطلاقا، وإن شاء الله أحد إخواننا المسؤولين في المسجد هيذكر الاحتياجات بتاع المسجد. المسجد بالطوب الأحمر لازال على هذه الهيئة، لازال المسجد بكر، محتاج منك أي حاجة تقدر، طن حديد، طن أسمنت، اللي تقدر تقدمه قدمه. مؤسسة فذكر زي ما قلت لحضرتك بتبحث عن الأعمال التي تنفعني وإياك في الدنيا وتنفعنا كذلك بين يدي الله عز وجل في الآخرة. أكمل معك التقرير بإذن الله مع أحد المسؤولين في المسجد، يا رب يتقبل مني ومنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهد الكريم، ونحن في منتصف مسجد السلام زي ما ذكرت لحضرتك بالضبط في التقرير. معنا أحد إخواننا المسؤولين عن المسجد واللي بيتابعوا بناء المسجد من أول طوبة علشان تسمع احتياجات المسجد ايه واللي تقدر تقدمه قدمه. لا تحقرن من المعروف شيئا زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لنا كمان اتقي النار ولو بشق تمرة. اوعى تحقر عمل من اعمال الصالحة ولو اقل القليل. اخواننا في المؤسسة هيفتحوا لحضرتك باب التبرع بوسائل سهلة جدا، بفيدافون كاش، بنستباي، باي وسيلة تستطيع انك انت تتبرع لبيت الله عز وجل ولو بالقليل من خلال مؤسسة فذكر. معنا سيدنا الشيخ محمد يقول لنا المسجد محتاج ايه تفصيلا. فضل الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، يعني فضل الله سبحانه وتعالى المسجد محتاج للسقف كامل، والسقف هياخد 9 طن حديد و35 طن أسمنت، والخراطيم الكهرباء والبيبان، وزي ما حضراتكم شايفين المسجد كده فضل الله سبحانه وتعالى ما فيش سقف، ما فيش. فالربنا سبحانه، ربنا هنا في الدنيا بيقبل منك بالذرة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. عايزين نكمل بيت ربنا سبحانه وتعالى عشان نعمر بيت ربنا، عشان ربنا عمر بيوتنا إن شاء الله. وفضل الله سبحانه وتعالى زي يعني الناس هنا ناس حالتها على قدها، فالله ربنا سبحانه وتعالى يقدروا حديد اسماء، يعني احنا اللي يجيبوا أي حاجة، البيبان، خراطيم الكهرباء، أسلاك الكهرباء، الأشياء اللي هي يعني بتتم زي ما الإنسان بيبني بيت لنفسه، فكذلك لو يبني بيت لربنا سبحانه وتعالى زي ما سيدنا الشيخ تفضل كده، بيت في الجنة يعني طوبة ذهب وطوبة فضة، لو لميت الكون كله ما يقدرش يبني الملاط مسك. ويعني فاللي يا ربنا سبحانه وتعالى يقدر يساهم بأي حاجة، حتى لو مش لو عانوا الدل على خير كفاعل، لو دليت أخوك على الخير ما يعني ما معكش الذين لا يجدون إلا جهدهم. فإحنا الناس بتجتهد، وناس ما شاء الله ربنا يبارك فيهم في المؤسسة جايين من مشوار وجايين في الشمس وجايين وبيتحملوا كل ده، بيبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. اللي بيعمر بيت ربنا في الدنيا ربنا بيعمر بيته في الدنيا، اللي بيفتح للناس أبواب الرحمة ربنا بيرحمه في الدنيا وفي الآخرة. عايز أقول لحضرتك لو عايز تيجي تشوف بنفسك المسجد محتاج إيه، تواصل مع المؤسسة تبعت لك اللوكيشن، وتستطيع أنك أنت تصل المسجد هنا تشوف المسجد محتاج إيه بالضبط. لو عايز تتعامل مباشرة مع الناس مفيش مشكلة عند المؤسسة، المهم أن المسجد
بإذن الله عز وجل يكمل علشان أنا وإنت نرتفع ونرتقي عند الله عز وجل. كذلك أنا بوجه رسالة خاصة لإخواننا من رجال الأعمال وأهل الفضل المقتدرين. بدل ما تبني مسجد، المسجد مبني ومحتاج كل حاجة من الألف إلى الياء. التشطيب حقيقة أكثر من عظم المسجد اللي هي الحيطان والعمدان ونحو ذلك، الحيطان والعمدان معمولة بفضل الله عز وجل، لكن التشطيب بيحتاج كتير جدا. مسجد السلام في عزبة حسين سليمان الجديدة، عزبة حسين سليمان الجديدة، مسجد السلام في مركز إهناسيا في محافظة بني سويف بيخدم عدد كبير جدا، ما فيش غير المسجد ده. يا رب يتقبل مني ومنك بإذن الله عز وجل. أنا بس كنت عايز أستأذن إخواننا إن إحنا نصور سيدنا ونزيع. تفضل تفضل. يا رب يتقبل مني ومنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت.